وفي رأيك أنا رأيي أكبر إنجاز عمله جمال عبد الناصر إنه دار كسر الاحتكار الطبقي اللي كان موجود في مصر، وإن مصر بقت كل مصري بقى من حقه إنه يتعلم، ومن حقه إنه في الآخر بيطلع. كان في وقتها مكتب، كان في تعليم بجد مش تعليم يعني اللي النهارده الناس بتاخد شهادات وما بيعرفوش يفك الخط، لا كان في تعليم بجد. وكان في النهارده شفنا امثله كتيره جدا ناس ان لولا كسر هذا الطوق الطبقي او الاحتكار الطبقي ما كانتش ممكن يبقى لها لا مكان لا داخليا ولا عالميا، يعني زي احمد زويل وناس كتير يعني دول تعلموا في يعني سنوات التعليم عبد الناصر. وان الناس دي لقت فرصه وانها اشتغلت، يعني دي كانت انا بشوف ده اعظم حاجه. وانه يعني حتى هذا الموضوع انه بعد كده مهما حصل بعد كده من محاوله ارتداد عن سياسات هذا الموضوع ما قدروش يرجعوا فيه ورا تاني. ايه اللي ممكن لو انت كنت في عهد عبد الناصر كنت تتمنى انه يتغير؟ في عهد عبد الناصر، والله انا من كتر ما بسمع حاجات حلوه على عهد عبد الناصر فانا يعني اتمنى ان انا اكون هناك علشان اشوف الوحش، ما بسمع حاجات حلوه. بتقول ايه لاولادك؟ ولادك قد ايه اول؟ 11 و9 او 11 يعني 11 ده نبتدي نحكي له حكايات يعني. تقول لهم فاهمين مين جدهم او مين جدهم الاكبر يعني؟ هم فاهمين طبعا يعني فاهمين. و تاخدهم معاك لما ساعات بتروح الضريح مثلا؟ لسه ما خدتهمش الضريح بس يعني احب اخدهم في المستقبل. لا بعلمهم اللي هي المبادئ البسيطه اللي خلص اكلك، في ناس مش لاقيه تاكل، حاجات دي، وابتدي واحده واحده افهمهم جدك عمل كذا كذا كذا، لازم تبقى فاهم انت جدك مين، علشان بس يراعي الحاجات دي، يراعي ان دايما يبقى عنده احساس بالفقير. لان هو عبد الناصر عاش بيحاول ان هو يلغي الفوارق الفظيعه، وكان يعني بينتمي الى الرجل الفقير قبل اي شيء. ايه اللحظه اللي مش ممكن تنساها يعني وانت بتقول كده 100 سنه ياه، لكن انت ما عشتش منهم غير 15 او 16، ايه اللحظه اللي لا يمكن ان تنساها؟ لا ما اقدرش انسى ضحكته، ما اقدرش انسى نظرته بالبريق يعني لما كده يعني. لحظة التنحي بتنساها ولا موجودة في النهاية؟ بصي لحظة التنحي نفسها لما انا كنت صغير كان عندي 12 سنة، يعني ساعتها ما جمعتش، جمعتها مثلا بعديها رد فعل الناس وقتها اللي هجموا على البيت، اللي هجموا على البيت وبقينا سامعين هدير، هو الهدير والهتافات وال ويعني فعلا يعني فعلا احسن مقوله ما حدث ان الشعب في هذا اليوم هزم الهزيمه، يعني حولها من هزيمه الى معركه، زيها زي دانكيرك لما وزيها زي لما الامريكان اتكسروا في بيرل هاربر، ولا يعني انها خلاص معركة خسرناها وابتدوا، والشعب وقتها حدد نقطة البداية للمرحلة الجاية. فكانت حقيقي يعني يوم ما يتنسيش، وهو حتى بعديها يعني كان هو نفسه ما كانش مصدق ان اللي حصل يعني.